وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه. الآية الثانية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا تحتاج مع الله إلى إيصال. أي شيء تنفقه يعلمه وسيخلفه عليك. والله لو لم يكن في هذا الخطاب إلا هاتان الآيتان لكفايتا. أيها الإخوة، المؤمن حينما لا يجد ما ينفق، قال تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. ومن علامة المؤمن أنه يتمنى أن ينفق، فإن لم يتح له أن ينفق كان ألمه شديداً. هذه علامة إيجابية من علامات المؤمن. والإنفاق أحد أكبر الوسائل إلى باب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من الوسائل التي تقربك إلى الله عز وجل إنفاق المال. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. يتخذ ما ينفق قربات عند الله. إن أردت وسيلة فعالة للقرب من الله إنها الإنفاق. أيها الإخوة، لكن الإنفاق بالمعنى الواسع، أي عمل، أي موقف، أي كلمة، أي عطاء، أي منع، أي غضب، أي رضا، أي ذهاب، أي إياب، إذا كان في سبيل الله فهو من العمل الصالح. والآن الآية سوف توسع مفهوم الإنفاق إلى درجة غير معقولة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، كل حركاته وسكناته. إن جلس مع أهله هو في عبادة، إن أكرم أولاده الصغار هو في عبادة، إن لاعبهم في البيت هو في عبادة، إن أخذهم إلى نزهة فهو في عبادة، إذا اشترى ثياباً تليق بمكانته فهو عبادة. هذه الآية توسع معنى العمل الصالح. أنت حينما تحاول أن تتقرب إلى الله بوسائل لا تعد ولا تحصى، قال عنها الإمام ابن القيم: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أيها الإخوة، شاب صغير معه 5 ليرات، ما قولكم أن الله أشار إلى هذه الحالة؟ قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. رب درهم سبق 1000 درهم، وفي رواية: رب درهم سبق 100,000 درهم. إنسان ماله 10,000، أنفق منها 5,000، أنفق نصف ماله. إنسان معه ملايين مملينة، أنفق 1,000,000، لم ينفق نصف ماله. رب درهم سبق 1,000 درهم، رب درهم سبق 100,000 درهم. أحياناً تقتضي الحكمة أن تنفق جهراً. إذا كان الإنفاق لا يتعلق بإنسان، بمشروع، بميتم، بجمعية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إذا كان الإنفاق لإنسان ينبغي ألا تذكر اسمه،
هذا هو أدب الإسلام. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية. في موطن يقتضي أن تعلن إنفاقك. أنا أذكر أنني لسنوات عدة كنت أدعى لإلقاء كلمة لجمع التبرعات لصالح ميتم كبير في دمشق. بعد كلمتي وبعد المنافسة في الدفع المبلغ كان يصل إلى بضعة ملايين. في مرة ارتأى الإداريون أن يكون الدفع سراً ببطاقة 600,000 العشر. لما كان الإنفاق معلناً صار في تنافس، صار في غيرة في العمل الصالح. لما كان كتابة رقم على دفتر العشر. لذلك إذا كان المشروع مشروعاً خيرياً فذكر الإنفاق له إيجابية كبيرة، وإذا كان الموضوع متعلق بأسرة معينة ينبغي ألا تذكر إطلاقاً. أيها الإخوة، والله عز وجل يقول: قل لعبادي. وهذا أكبر شرف لنا أن الله نسبنا إليه. قل لعبادي، وعباد جمع عبد، هو عبد الشكر، العبد الذي عرفه، والعبد الذي أطاعه، والعبد الذي تقرب إليه. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إخواننا الكرام، ما دام القلب ينبض الأعمال الصالحة متاحة، التكفير متاح أن تكفر عن ذنب سابق بصدقة، التوبة متاحة، كل شيء متاح لك أيها المؤمن ما دام في العمر بقية. فإذا جاء الأجل ختم العمل. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فرعون قال الآن وقد عصيت من قبل. لذلك البطولة أن تنفق قبل فوات الأوان، أن تتب إلى الله قبل فوات الأوان، أن تصطلح مع الله قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. وينفق مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون. أتصور أن الله سبحانه وتعالى ما جعل زيداً غنياً إلا ليتقرب إلى الله بإنفاق المال، وكأن العبادة الأولى للغني إنفاق المال. أيها الإخوة الكرام، الإنسان هلوع، معنى هلوع إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً يمسك. لكن الله عز وجل يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً. عبدي أنفق، أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً. مرة أخ كريم معه ابن صغير أراد أن يدربه على الإنفاق، أعطاه 100 ليرة وقال: ادفعها لهذا الفقير يا بني، والله عز وجل يكافئك على هذه الصدقة بعشرة أمثالها. طفل صغير أعطى 100 ليرة لهذا الفقير، قال له: وين 1000؟ قال له: المال مالي يا ابني، لو أنك أنفقتها من مالك. قال له: ما قلت لي 100 بـ1000؟
سبحانك يا رب، ماشي بالطريق التقى بصديق له فأمسك ابنه وحمله وقبله وأعطاه 1000 ليرة، وكأن الله أراد أن يربي هذا الصغير 100 بألف. والله عندي قصص لا تعد ولا تحصى حول أن الله سبحانه وتعالى يشجعنا إذا أنفقنا يعطينا أضعافاً مضاعفة. أيها الإخوة، إنفاق الناس على الدنيا تأتي عليهم ساعة يتحسرون على ما أنفقوا من أجل الدنيا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لكن الميزان الدقيق قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المبذر من إخوان الشياطين، والتبذير في المعاصي، والإسراف في المباحات. أنت حينما تسرف في المباحات أنت مسرف. الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في كل شيء، كن معتدلا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. باعتدال، الحل الوسط فضيلة بين طرفين. الآن أول نقطة، إذا قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين، إذا قال الله رب العالمين، إذا قال الله من بيده خزائن كل شيء، إذا قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، شو قولك؟ وما أنفقتم من شيء، من شيء، من تفيد استغراق جزئيات النوع. ما أنفقتم شيئاً قد يكون 1000 ليرة، ما أنفقتم من شيء 5 قروش، ليرة سورية واحدة. من شيء، المن تفيد استغراق جزئيات النوع. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لذلك أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقتارا. عبدي أنفق أنفق عليك. أعتقد هذه الآية تكفي. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن هناك موقف ذمه القرآن الكريم ذماً شديداً. يا أخي فلان فقير أعطه من مالك، الله كافي العباد، نحن ما لنا علاقة، لا تعترض على قضاء الله وقدره. هذا كلام في كذب، وهذا كلام في بعد عن الله عز وجل. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هو فقير والله قادر أن يغنيه عن غير طريقك، لكنك عرضك لعمل صالح، ترفضه؟ أيها الإخوة، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قبل يومين كنت في اجتماع لمنظمة القدس الدولية وأنا عضو فيها،
جاءنا خبر مؤلم جدا أن عشرات المئات من البيوت المحيطة بالمسجد الأقصى دفع لأصحابها في المتر الواحد مليون دولار ليبيعوها لليهود، فأبوا خوفا من الله عز وجل. هي الآن قد هدمت وأصبح أهلها في العراء، والله بذل بذل لهؤلاء الذين وقفوا موقفا إسلاميا رائعا لا يعلمه إلا الله. أخواننا الكرام، حينما تعيش هموم الأمة تكون كبيرا عند الله، أما حينما تعيش همومك الشخصية تكون صغيرا. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أحد البيوت مساحته 137 متر مربع، دفع فيه 137 مليون دولار، رفض يبيعه، ثم هدم البيت وأصبح صاحبه في العراء. ألا يحتاج هذا إلى مساعدة؟ أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل جعل هذا المال بيدك، يدك عليه يد الأمانة ليست يد الملكية، أنت مستخلف في هذا المال، والله عز وجل سينظر ماذا تفعل. أتنفقه في حل مشكلات المسلمين؟ أتنفقه في التخفيف من متاعبهم؟ أم تنفقه على ملذاتك المحرمة؟ هنا الامتحان. فالمال امتحان. هل المال نعمة؟ الجواب لا. هل هو نقمة؟ الجواب لا. ما المال إذن؟ قال: المال موقوف على طريقة إنفاقه، فإن جمعته من حلال وأنفقته في حلال كان أكبر نعمة لأنه أوصلك إلى الله، أما إذا جمعته من حرام وأنفقته في حرام كان هذا المال نقمة وأية نقمة. والله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. في الأوقات العصيبة الإنفاق له أجر كبير جداً، في الأوقات الرخية الإنفاق له أجر، أما أجره الكبير في الأوقات العصيبة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق وأكن من الصالحين. أيها الإخوة، كيف بالإنسان في مرض خبيث، الورم الخبيث، هذا مرض عضال، مرض قاتل، مرض ينهي الحياة. صدقوا ولا أبالغ، هناك مرض يصيب النفس ليس أقل وبالاً على الإنسان من الورم الخبيث، إنه الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح والنجاح أن توقى من مرض خطير إنه مرض الشح. وهل تصدق أن الله عز وجل يدعوك لتقرضه وهو رب العالمين، يدعوك لتعاون مخلوقاً من مخلوقاته، وهذا عند الله قرض لله؟ قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، يعني بيقول لك كم صدقة الفطر؟ بيكون معه ملايين، قلت له 100 ليرة، ممتاز، عنده 8 أشخاص 800، هي 100 مو لك، هذه 100 للفقير. يجب أن تنفق بقدر وسعك، لينفق ذو سعة من سعته. أيها الإخوة، المكافأة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. مثل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. أيها الإخوة، إذا أعطى أدهش وإذا حاسب أدهش. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذه كلها آيات تحثنا على الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هل تصدقون؟ إنسان يدفع زكاة ماله من بضاعته، واحد بائع أحذية يعطيك حذاء كل واحدة نمرة، هي ما بتنباع معه، حطها على الزكاة. عنده ثياب لا تباع إطلاقاً دفع زكاة. هذا الآية دقيقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. مرة قدم ألبسة مهترئة ومعتتة، فسألني صاحبها إن شاء الله وزعتها، قلت له في المكان المناسب في الحاوية، وضعتها في المكان المناسب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أول آية، وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه. الآية الثانية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا تحتاج مع الله إلى إيصال. أي شيء تنفقه يعلمه وسيخلفه عليك. والله لو لم يكن في هذا الخطاب إلا هاتان الآيتان لكفيتا. ما أنفقت من خير فهو يخلفه، وما أنفقت من شيء فهو يعلمه، يعلم ويخلف، انتهى الأمر. من هذا الذي ينبغي أن تعطيه مال الزكاة؟ قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. ابحث عن هذا الذي يلح عليك، يثقل عليك، يقسو عليك بالكلام. ابحث عن إنسان يخجل أن يسألك، ابحث عن إنسان مظهره مقبول تظنه غنياً وهو فقير. هذا الذي يستحق الزكاة والصدقة لا يسألك. ماذا يبنى على هذا الحكم؟ أن تبحث عنه أنت. الذي يستحق الزكاة يحسبه الجاهل غنياً من التعفف. ما الموقف الذي ينبغي أن تقفه حيال هذه الآية؟ هو لا يسألك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو المحروم؟ لا يسأل فيحرم، لا يسأل، بيخجل، عنده عزة، عنده كرامة، أنيق بثيابه، فقير لكنه أنيق، ثيابه نظيفة. هذا الذي لا يسألك هو الذي يستحق العطاء. هو لا يسألك، إذاً ابحث عنه أنت. قد يتوهم متوهم أنه لمجرد ما أخرج هذا المال ودفعه لأي إنسان أدى الواجب. لا، لا تؤدي الواجب إلا إذا وضعت هذا المال عند من يستحقه، والذي يستحقه لا يسألك. الذي يستحقه يتعفف عن السؤال، الذي يستحقه يتجمل، لا تظنه فقيراً. هذا الذي يستحق الزكاة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أيها الإخوة،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين، معنى جديد، ينفقون في السراء والضراء. الإنسان في البحبوحة ينفق، لكن في أبطال من المؤمنين وهو في ضائقة ينفق. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهناك من ينفق رئاء الناس، يعني إذا كان بحفل كبير وفي إعلام بيدفع، أما له قريب يموت من الجوع إن أعطاه لا يعلم به أحد، يحجم عن عمل صالح غير معلن ويعمل أعمالاً صالحة معلناً بها عن إحسانه وعن سخائه. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً. أما الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها الإخوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لذلك